عسلمه لوليداتنا، وليداتنا هي خاطرين مره نقول لاولاد ومره نورمالمون نقول لبنات، زيدا الاولاد والبنات، شنو احوالكم؟ تتفرجوا فينا في كوجينتنا هكا وفي بوليريو لو باني. اليوم عندي ليكم ريسيت سوربريز، وبيان سور بقيه لي زانغريديون نتاع الباني. باه انا هوني عندي صوص الجيريان، خلطتها هيك معاها شويه فرماج ومعاها شويه معدنوس، زدت معاها اكلبان ليباني هذيك قصيتو هكا باش يولي كروستيون شويه فوق الغاز. دونك هذه هي ديما احنا استانسنا اللي يبدا عندنا حاجه سالي، يبدا معنا يبدا عندنا يا اما جو ولا كعبه غله. الجو اليوم اخترت تو سامبلومون باش نعطيكم كيس حليب في وسط الدبوزه نتاعنا. دونك حليب نهزوه معانا، السالي كيما قلت لكم ماك الكوكيز اللي عملته المره الاخرى قعدوا لي كعيبات يا اخي، قلت هاي برا خنحطوهم كيف كيف حتى هما في البانيه نتاعنا. وتوا نتعداو للغوسيت نتاع بوليريو لو بانيه. اخترت كعبه البراونيز جو شوكولا، وزدت خدمت كيس كيما تشوفوا فيه هكا بالبات بريزي سكري. نجيو نحطوها كلها في وسط الكيس نتاعنا هكا بعد ما نفتفتوها في وسطه. ناخذوا التوبينغ شوكولا والا اي توبينغ تحبوا انتم عندكم في الدار، الجو اللي انتم تحبوها. نزيدوا نحطوا في الاخر التوبينغ فوق البوليريو اللي حاطينه في وسط الكيس، باش في الاخر يولي عنا الكيس هذا اللي تشوفوا فيه. فوالا شفتهم كيما لي فيغين الحلوين هذوكما، نتصور اللي صغيرات باش يعجبوهم برشا برشا. هذم ليدي نتاع البانيه نتاع اليوم، وهذه هي ليدي نتاع لا ريسيت سوربريز في بوليريو. ان شاء الله تكون عجبتكم، انتم جربوها وما تنساوش كيما استانستوا تتفرجوا فينا ستانتا العشيه على نسمه جديده في كوجينتنا هكا بعد ما تروحوا من القرايه وقبل ما تبداو تراجعوا دروسكم. نستنيكم انا غدوه ونبوسكم برشا. بمساهمة سلامة سلامة، خلطتوا عليه نشربوا في نشرب في قهوتي، الدنيا باردة الحمد لله، بردت لا محالة، حنا نستناو في الشتاء عندنا مديدة ونطلبوا في ربي على المطر يا أخي، هكا مطرت وثلجت وربي يرحمنا يا أخي. أنا في وسط البرد هذا الكل ذكرت لي احنا ياسر ياسر نحبوا الجيري الكل، وفي وسط الجيري نحبوا برشا حاجة اسمها الحسوب بالكعابر. اليوم باش نطيب حسوب الكعابر وباش نعمل معاها سلايطة اسمها سلطة فتوش. هذا هي هذه هي الدبارة نتاع اليوم، حاجة ما تشدش برشا اليد، سخنا هكا في البرد. نتوا نصوركم الكلكم كيفي، انا لبست حوايجي كل حاسيلو اليوم وجيتكم. ان شاء الله ما تمرضوش بركة، لفوا على رواحكم بالقدا، البسوا بالقدا، غطيوا رواحكم بالقدا على خاطر ما نحبكمش سورتو سورتو تمرضوا. به الحسوم تاع اليوم بيان سور كيما قلت لكم الحسوب بالكعابر. عندنا هوني اللحم المفروم اللي باش نفوحوه بالنعناع الشايح والثوم والتابل والفلفل الاكحل والملح ومعاه شويه هريسه عربي كيف كيف، ونركبوا طنجرتنا. وباش نحطوا في الاخر النشيو بالفارينه نتاع رندا، الفارينه الحمراء هذيك نتاع رندا هي اللي باش نشيو فيها نشيو بها في الاخر الحسوم تاعنا. اول ما باش نبداو بالطبيعه باش نحضروا الكعابر نتاع اللحم، نفوحوهم نحضروهم هما على رواحهم، وبعد نركبوا طنجرتنا هذا هو. دونك نحطوا اللحم المفروم نحلوه هكا، قلنا باش نحطوا فيه نعناع شايح ونخليه شويه نعناع في الاخر اللي باش نرشوه فوق الحسو كيف قربت شويه هكا نطفيو عليه. الثوم كيف كيف باش ناخذوا شويه نحطوه في وسط اللحم المفروم، وباش نخليه منه شويه للحسو والهريسه العربي نفس الحكايه، ناخذوا منها شويه للكعابر ونخليه منها للطنجره. وباش نكملوا نحطوا هوني الملح الفلفل الاكحل
باش نحطو شوية تيبل اللحم البقري، يحب التيبل في اللي يحب يتفوح بالتيبل هذا، ونزيدوهم شوية زيت زيتونة باش يتلملونا احنا بالقدي الكعابر متاعنا، كي نجيو باش نلموهم يتلمونا مليح مليح. باهي جوست نخلطو هذا باش الفاح يدخل بالقدي بالقدي في وسط اللحم المفروم، ومن بعد زايد احنا باش نكعبرو بيدينا راهو ما جوست هكا باش ندخل الفاح في وسط اللحم. هاكا هاكا طنجره نتاع الحسو ما تشدش برشا وقت وتركب فيسع فيسع، توا عاد وقتك الحسو والزدر والجري المدبش الكل. باهي نورمالمون اللحم المفروم تفوح بالقدا هكا ودخل في بعض الفاح نتاعو، الكعابر نتاع الحسو باغ كونطخ يبداو جويدين صغيرين مش كيما الكعابر نتاع مرقة اللوبيا مثلا تبدا اخشن شوي. دونك احنا هوني باش نعملو كعبرات صغيرين نتاع الحسو، يبداو هكا ما يجيوش خشينهم. دونك هاك انتوما قد ما تنجموا تكونوا كعبه مرتوبه وصغيره هكا قد ما يجي اشب الحسوم تاعنا. نكملوا هكا نعملوهم هاي، وحطيت الكبار زيده في الاخر باش نحطوا كعيبات كبار في الحسو. نكملوا هكا كيما قلت لكم كي نحطوا زيت في وسط اللحم ديجا حتى كي نجيو نعملوا الكعابر ما يلصقوش ويبداو مرتوبين كيما تشوفوا فيهم هكا بالضبط. يذيق بك الدهر يا مزيانة يا مزيانة، حسيلو حتى من صوتي تبدل بالبرد، بدل صوتي حسني مخنطقة شوية. ليه مش برشا شوية هكا دوب اللي شو بر برد الصباح هكا قومت الصباح هذيك ديما يمي يمتي لفوا لفوا على رواحكم قد ما تنجموا ودزوا على الجيري والمحرحر وتفكروني. وي الدواء البرد هذا الجيري والحار، وبيان سور تستحفظونا على رواحكم غير ما نواسيكم هكا هاو. يا سيدك هما مو الكعابر يشدوا شويه اليد هكا، واحنا سورتو كي تلقاه كيما قلت لكم الحسو الكعابر نتاعو يبداو اصغر شويه من العاده. كيف مشينا عادينا ويكاند في عين دراهم ومعنا هادي اي راسات لي نطيب في الحسو 24 واحد هادي ما كلاش الحسو شافوا بعينيه والله اي 24 زوز ناجر حسو طابو خليت لهم انا من بعد بون بعد اللي غاب غاب قاسم واش حابين نعمل على غال انا قريت حساب الناس الكل. شفت كيفاش كيف يبدا واحد زعما روحه هكا حاذق شويه يعرف يطيب معناتها تصيها تجي في راسه، الناس الكل تبدل وتزين محليهم هكا محليهم لابسين حوايجهم وماكيجين يهبلوا وسمر غاطسة في الكوجينة من اللي بدات العشية للي بدات للي قريب توفى السهرية. ما والله حسو يهبل وما خسارة، تعرف كيف مشينا توا هالأيامات ورا نشوف في الثلج في عين دراهم كي مشينا سيتي حكيت لكم يظهر لي المرة الأخرى أنا سيتي أن بو فخوستخون بوغ موا كيفاش تمشي لعين دراهم والدنيا ماهيش باردة. يصدقني نهار اللي بداو يجيبوا في الأخبار كيفاش الثلج والدنيا بيضة كيكا تهبل ثلج في عين دراهم والفرحة في قلبي، والله فرحت لهم الحق، ما فرحت للناس الكل على خاطر يقولوا هما اللي كيف تصب الثلج في عين دراهم وفي الكيف وفي تيلا حسيلو غادي بحذينا الكل بحذينا، ما خاطرني خدمت في الكيف دونك ديما نقول بحذينا زادا كيف كيف، يقولوا لي العام يجي صابة دونك يقيسوا العام صابة ولا لا بالثلج إذا كان صب. دونك احنا ان شاء الله شويه جات مخر شويه البرد والمطره وكل جاي مخر شويه، اما ان شاء الله يجي العام صابه
ونشبعوا هكاك الخضره في وقتها ويتيحوا شويه الاسوام والقدره الشرائيه وهذوك ما الكل حاصيل. اي كها عاد على كنت كامل نحكي لكم على وقت مشيت عند راهم تحامينا في باش عملنا الكعابر للحصول للناس الكل، وفما شكون يحس على كبر هكا لازم يكون الكعابر كما قلت لكم جيدين جيدين يمشي ويجي جوست يعس. كي يليق بك الدهر يا مزيانة يا مزيانة. هاي بريمة الواحد ما يخدمنيش الشوفاج يا وليدي، على الأقل شي سخن البيت. هاي هاني غادي مرحبا بك، هاني تو مستنيك وانت تقل مفتاح عند جارتي اللوطانية. عليه باهي هاي هي اللقاء. شكون اللي باش يلقى عندي المفتاح؟ الراجل اللي قد في شي يجي قد الشوفاج. وش بيه شوفاج ما يمشيش؟ ونعرف عليه. مش مخلص الغاز هذاك، مش مخلص الضوء. شنو حوالك الساعة كيفنك؟ كيفني هاني ها غاطسة في الكوجينة. ان شاء الله عويش المباركه الساعه. اي ان شاء الله سيدي رجب مبارك عليك وعلي يتفرجوا فينا، وان شاء الله بالقسم وبالرزق وبالهناء ان شاء الله يا ربي. جه النبي وليه والعويش المباركين ان شاء الله. ايوا وعلاش كيف يدخل رجب يقول ان شاء الله عويش المباركه؟ مو خاطر ثلاثه اشهر هذوما شهرين هذوما والشهر الثالث اللي هو رمضان. اي يتسموا عويش. فهمت؟ فهمتك. هاي توا عاد التسبيح. انت طليت وانا كملت. اش دبرت في هالسقنطري هذا بربي. شنو؟ حاجة جارية. هاي زدر. زدر كعابر هذوك مش نعملوا بهم حسب رايك. يا حسو. حسو صحيت. باش نطيب حسو بالكعابر. هاي باهي. باهي. على الأقل يتعدى اليوم. الحمد لله. شنو على الأقل يتعدى اليوم؟ يتعدى في هالنهار هذا. أيوا يلزم شوية جاري وشوية توا نعملوا موزوز شوية. حاجة جارية هكا شفت أنت. هكا تكح وتنبر في حاله شبيك ما لفيتش على روحك اصحاب لطف البرد ياسر هكا هو ما نستناو فيه البرد يا اخي هكا كل شيء بوعده حاجه وقتها شنو هذا الشتاء والسخانه قسم على ربي باهي بيرده 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 برشا اي تو حسو شنو ياخي وباش نعمل معاه ثلاث فتوش شو فتوش فقوس اه فتوش اسمها ثلاث فتوش فتوش هي باللبناني هي اي شنو هالفتوش اذا ما قلت الفتوش لقيته الخبز الخبز اللبناني اي البان ليباني اي يتقص هكا جيد 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 هي. ويبدا كانه مقلي هكا ويتعمل به السلطه اي به على الاقل هكا هو هذاك هو اش تحبني نعمل اوه انت ما تفهم وباقي كان بالكرشه لازمك تجي تلقى لي مركبك تا كنت نحكي على الطناجري نركبهم لا يزي طنجره حسو تسخن بالقدا بها اي اي وصلتها في الاخر باش ما يقعدش الحسو طلعها تاع الشاي مش على حاجه شنو شو تحب اخر هكا هو يزي فيه البركه يزي في 100 الف بركه هكا هو لو احنا علاش احنا سفره بن عمار باش نقوموا سفره بن عيال مش بن عمار اي بن عيال مش بن عمار وحده من العائلات هذوكم علاش بالحق يقولوا سفره بن عيال خاطر هما كي يعملوا سفره تاع طاولتهم من هنا الغادي خاطر الناس تلبس عليهم وقعدت هكيكا لا مشاو عاد هما كانوا بكي في دير بن عياد غادي في باب الزي باب جديد اي دونك قالت هي تسميت عليهم خاطر هما سفرة بن عياد من الغادي من هنا الغادي هكا هو هكا هو شنو باش نقول يا ربي وانت وين على خير وانت ما تقوليش الساعة شنو في شيء تقلب فيا نغزر كيفاش بك حماكش حطيتها على وجهك ها وجهها هكا ما فيهاش وجه فيها وجه وقفاه كي هاي كاتريزا من هوني هذا قفاه يجي واه باش تعلمني الحمد لله قلت باش نهزك للدار درا شكوني تتعلم التريزا اما انت مواتيك شعرك هكا ململمو صلاة على النبي ناخذ في خاطر المشاهدين الكرام اي بيه خاطر حتى هما قالوا لي شعرها ياسر اسمع شبي شعرك ما لم شعرك شبي شعرك مهدود لم شعرك شبي شعرك مهدود تو نجيب لك هنديه شنو هندية شنو هي الهندية؟ تقريتا عصفر بها ممكن ناخذ بعضنا شنو نعملوا تقارت نحن شنو قالوا يزي يعجبكش تو يعجبكش يحكي حكاية وصدقها الراجل يز ما كنتش هوني عتروس انت نهار اللي جي خطبني اي قالك باش يجيب لي كابوس الغارق وصيغه بيضه وصيغه صفراء وصيغه نجاس هذيك اللي قلت لك عليها بارك الله هاي ذوما ثلاثة ما كان شي لي هاني قلت لك والشهرية والمنحة اللي كنت هنا مديها لك الشهرية اي ملا شنو ملا هذيك هو اصل الدنيا اي ما المرأة جابية هي متسمي عليك هكا هو المرأة جابية من بكري الراجل يكون هكا ما تكون هكا
هذيك هو الشهرية الكل هكا تتحط أول رأس الشهر وين نتصرف هذيك هو شنو تراه درت في الحياسة كمل الفطور تحضروا فيس الله يبارك عمل أنا خارجين العشية أنا وياك وين خارجين على خير مش البافيدي البافيدي تيلي يعطيك حتى انت زيد يا رياض هذيك البلفيدير عام 90 كانوا الكوبلوات يمشوا للبلفيدير طورت توا الدنيا تطورت مالا وين نمشي للاك 3 ولا لاك 2 ليلي حتى لاك 3 ولا لاك 2 توا تمشي هكا زعما ما نعرفش انا دبر راسك قمر والله 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 رقدتها ولا نمتها وين هاك الحكايه اللي حكيت فيها انا وياك توا في مخي نرقد بها ونقوم بها. تي لي عاد لا ما تقولها لك لا. والله. تي لي تصدقوا بالحق تفادليكا راهي يعجبكش. شنو تفادليكا؟ لا يعجبكش. لا باهيش. قال لك الراجل باش يهزني للبلفيدير. كملوا نمشيو للكاكي ونرميو له القروده احنا غادي. هما كاكي وهما ماقينوش ناكلوا نحنا الكاكي شكلوا القروده. لا ها ها يزي رياضه ويجد عليهم يزي. لا ها. نمشيو تو نمشيو نعملوا دوره ونشربوا قهيوه. لي هاني نعمل قهوه في الدار هاني عملت قهوتي وقعدت انا كرك عليه يحرز محرز انا جبت لك البن والله لا تراه ملا باش نشد انا الصف هذاك الكل على 200 غرام بن بعد برشا عليا انا الطنجره والوقفه نتاع الكوجينه والشارع ودرا شنو هي شو اللي فيها كان وقفت انت ايش خاسره انت تبع سارق الباب الدار شنو انت كم طيب الطنجره وفوح السلاطه وما دام انا مشيت خذيت الخبز ومن بعد العشيه نخرج نسبق قيمة ونعمل دوره. مش في البلفيدير. مالا وين تحب نمشي ولله؟ اشرط لله. اشرط زيده يا لله يا لله مقوى سعدي وقال لي شنو هي اشرط مع ما نمشيو نمشيو سيدي محرز. غصيت بها الكلمه نمشيو سيدي محرز. باش نشعلوا شمعه. توا هذا بلفيدير لا. سيدي محرز لا. المدينه لا ما لاويش بلاك لا ما لاويش تحب تمشي لا ليه راك انت عايش في كل الافلام نتاع ورده وذيك الكل انا ورده يرحمها ورده والله ليه مش هكيك الدنيا تبدلت راهو ما لاوين تحب نمشي ولا لا ليه يعجبكش بجي ربي تصور انت نمشي ولا المشط المسلسلات ما عملوهاش كوبلو نمشي ولا المشط نسبقوا في المشط نقعدوا على كلفوتي شكونوا في المشط اي مثلا نتفرجوا في المسرح لا ما نحبش التياتر عاد باقيش في لا هكاك انت بنت المسرح ونمشي للمسرح المسرحين جدد توا يمشوا يتفرجوا في المسرح يتفرجوا في فيلم هكاك يتفرجوا وين نهزك استنى خل نشوف وين نهزك وين نهزك وين نهزك وين نهزك نمشيو للصفصاف اش قولك في المرسى اي هكاك صفصاف ناخذوا كاس تي عندك القهوه هذيك المقابله وهكا الجمال نراوها وتخلى وخرج. اي هكيكا هكيكا صدقني هذا هو. ليه رياض ليه برا امشي اعمل ابديت معناتها كيفاش يقولوها هي ميزاجور قولوا لي ابديت ميزاجور راهو ما عادش هكيكا الدنيا تبدلت. مالا وين لالا؟ تبدلت هاني قلت لك توا يمشيوا يتعشاوا. بافيدير ليه؟ يمشيوا يتعشاوا الساعه مش بالجبه هكيكا. ماكش تسخاي روحك جبه وسرول بالقندليسة مالا وي والبدعيه ولا دراشنيه لا مش هكيكا يمشيو تبعني اسمع نقول تلبس هكا تجين زازو صحيت زازو تجين هكا سوريه مريول بولو دبر راسك حسيلو هكا سبيدري حسي المهم الجبه ودرا شنو هذاك لا دبر علاش عاره هي الجبه؟ ليه ما مش ولا الجبه؟ اما مش نتاع زوز خارجين يتعشاو يعجبكش زاده. مالا شنو؟ ليه هاني قلت مالا كان جاي حال سيف ولا بجبه قمرايه. ليه مش نمشيو نتعشاو بجبه قمرايه تقول لي ليه زاده؟ ليه ما يجيش؟ نلبسوا شورتوات ومايوات ونمشيو نتعشاو ولا شنو الهدف؟ ليه تي ما وكل بقعه وبقعتها كي ماشي للبحر بيان سيغ باش نلبس شورت باش نبدل لي غادي بالفوطه مالا ماكش باش تفوت لي. باهي تو نبدل. بدل صحيح عطا نلبس اسمع فيا البيت زازو ونجيك وانت لي قلوب ولك كمل هالطنجره هذيا انا ماذا بيا قص على ماكله يعني في ماكله الشايب الفرحه مع عيني سجل سقم العرايس سقم العرايس والله والله لا عيني لا بماكله ماذا بيا كان نخرج انا وياك ناكلوا ناكلوا برا حتى كيف افريكاسي وعليا وعليا حتى كعبة في كاسي ترى انت ناوي مش تخرج تعشيني بالحق؟ لا مش عشية شوية نمشي نشربوا حاجة مش عشية عشية عاد مش توا نخرجوا
الله لا يجيها هكا راهو نورمالمون من الاول من الاول العشية من 8 من 9 وانت ماشية. لا لا نورمالمون من الاول تبدا الحكاية بعشاء. وعلاش وقت ديهكم دي في الماكلة هي حتى حتى سي مش على الماكلة حتى نحكيو شي زيدنا ينقصنا زاد بالماكلة مش على الماكلة أنا على الكادغ على الكادغ هكا يبدا الكادغ نتاع هكا عشي مدخم على قواعده مدخم زادة اي مالا شنو مالا يعشي وين اللي تحب تتعشى؟ طب الراس طب تجيري وين صدركم الكوميسار نهج الكبدة نهج الكبدة اي مالا وين؟ رياض برا عمل دورة برا بس في سيدي بوسعيد برا عمل دورة يعمل الله بلي طب انا نشرب قهوة في سيدي بوسعيد في قهوة سيدي شبعاء مثلا صدقني حتى عمل فيلم ما عادش 2000 23 سنة وناخذ لك كعبة بالبالوني اي بالبالوني هذاك هو حاضر به برا عمل دورة رياض برا يعمل الله خلينا نمشي انا تبدأ حضرت الحسو ونجي وحضر روحك العشية اي حاضر اه يا عمري بدي اتربي واه واه يتغبل يعجبك شي انت حتى كوبلوات عمل فين ما كانوش يعملوها الفازة هذي قالك باش يجني البلفيدي داكش مازال تو يعجبك شي يعجبك شي ليه مشي الراجل خرج هاي اسمعني انا هاني كملت ركبت انجرتي متاع الحسو الك عابر قال لي نهم ياخذوا هوني غاليه غلوه مع الطنجره يزمهم يغليو باش يطيبوا ومن بعد نكملوا نحسيو ما روحتش طنجرتي عقلي مشى هكيكا ذهب لي شيرتي يعجبك شي تاو اخر من الاخر قال لي باش نمشيو للبلفيدير بالفيديت حتى ماما ما خلطتش عليها قهوه البلفيديت مشي هي وبابا يرند بوغادي والله العظيم ما عادش يعجبك شي هاي كملت شنو ناقص اخري ناقص التيبل كملت حطيت التيبل هو بطبيعته احنا دو بريفيرونس ديما نفوحوا بعد ما نمرقوا الطنجره راه ما نفوحوش من الاول هكيك حتى الفاحات واحنا نقليو ما يتحرقوش وتقعدوا من بعد المطعم نتاعهم كيما هو في وسط الطنجرة نتاعنا به كملت هذا الكل شنو يقعد لي يقعد لي باش نحسي كيما قلت لكم بالفارينة نتاع رندا اي واخر حاجه قبل ما نطفيو على الطنجره باش نحطو مغيرفه هكا صغيره نتاع خل فما شكون يعمل الحسو زاده بالخميره ولا شكون ياخذ العجينه نتاع الخبز ينشي بها في الاخر انا القو نتاع الخميره هكا تجيني شويه قويه ما نجمهاش اللي يحب يحط الخميره ولا يعمل العجينه فيها طرف خميره هاوكا انتوما وشنو تحبوا احنا هكا انا نحبوا هكا في الاخر على ريغور هكا مغيرفه صغيره نتاع خل في الاخر باش تقعد داك القروسيه هذيك نتاع الحسو اللي نحبوها احنا انا كملت ركبت الحسو وشنو قلت لكم عندي اليوم اي سلطه الفتوش فيها البان ليباني هذاك اللي كنت نحكي عليه الرياضه قبيله شويه وفيها الغوكيت وفيها كيف كيف الكونكومبر كل شيء مقصوص حاسين وفيها كيف كيف النعناع المعدنوس مقصوص جيد البصل الطماطم شويه ثوم زيست دو سيترون هذو باش نعملوا بيهم من بعد الفينيغريت وباش نحطوا الجو دو سيترون مع زيست دو سيترون النعناع باش نحطوا فيها مغيرفه شوي تونه هكا فلفل زينه هكا باش تبدا الفينيغريت تشوفوها معناها ماهيش بيضه لونها احمر شويه وفي الاخر باش نحطوا لها البارميزان هذم هما المكونات نتاع سلطه الفتوش هذا كيما قلت لكم هو البان ليباني هذاك اللي نشريوه امبالي احنا ديجا نقصوه ومن بعد نحطوا ينحمروه كيما المشوي معناتها باش يولي هكا بالضبط وفما شكون يحب زاده يقليه هكاك زاده يجي يبدا هكا كروستيون في وسط السلايطه ما فيها حتى شيء سلطة بعد ما تحضروا الانجريديون تاعكم الكل تخلطوا كل شيء مع بعضه جوست تحضروا الفينيغريت دونك نحطوا كل شيء هوني في الصحفة به الغوكيت هذيك باش نخليوها في الاخر نزينوا به انا باش نحط الكونكومبر هكا به الفتوش في الاخر باش نحطوا الطماطم المعدنوس المقصوص جيد بالكل
البصل كيف كيف، وريقات النعناع باش يبدا فيها نجمو نعملوهم هكا باش يصيبوا شويه اكل فريشور نتاع النعناع. هاوكا هذا الكل يتخلط ونجي ونحضروا الفينيغريت في وسط صحفه وحدها. الفينيغريت كيما قلت لكم انظروا كيفاش باش نعملوها. دونك باش ناخذوا الجو دو سيترون ومعاهم زيست نتاع السيترون كيف كيف، جو وزيست زوز، معناتها زيست ناخذوا كعبه سيترون نبشروها معناتها القشره نتاعها، وباش ناخذوا شويه هكا فلفل زينه قلت لكم باش تبدا لونها احمر شويه الفينيغريت، ومن بعد ناخذوا الثوم هكا ونزيدوا النعناع الشايح هكا، فيها نعناع اخضر وفيها نعناع شايح كيف كيف زيد فوالا. نزيدوا زيت الزيتونه وهذه هي الفينيغريت، جست نخلطوها هكا فوالا. ما ننساوش باش نحطو تشايشة ملح وتشايشة من الفلفل أكحل هكا، هذه هي اللي باش نخلطو بها السلايطة نتاعنا. والسلاطة جست تقعد على الدغيساج فوالا. الدغيساج من بعد كيما قلت لكم في وسط الصحن حطوا الغوكيت، كملوا نحطوا هذا الفتوش خاطر سينو كي مش نحطوه في وسط السلطه ونخلطوه باش يتنفخ، واحنا نحبوه يقعد كروستيان دونك ما نخلطوه جوست نحطوه من الفوق. تشوفوه من بعد في الدغيساج كيفاش كيفاش يطلع الصحن، ورشه البارميزان من الفوق هكا. دونك فوالا انا هاني قلت لكم خلطتها، تشوفوها من بعد في الدغيساج بهذم الكل، وإجا نرجع لطنجرة الحسو متاعي اللي نورمالمون كلك عابر غلاو وطابو. الفارينة هذيك باش نحلوها في الماء البارد، دونك نحطو الفارينة هكا تتحل بالماء البارد هذيك المقدار نتاع الفرينه هذيك يتحل في تقريب نص لتر ماء. المهم ماهوش ماء سخون، خاطر كي مش نحطوا الماء سخون على الفرينه الفرينه تكعبر لنا وتتكعبر هوني ديجا قبل ما تهبط للصوص. دونك نحلوها في الماء البارد بالكدا هكا 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 حتى لين ما عادش يولي عندنا الكعابر نتاع الفرينه في الماء، ومن بعد نزيدوها باش نشيو الطنجره ونحركوا ونقصوا في الغاز على الاخر ونخليوها تغلي. الفرينه يلزمها تغلي باش تطيب، دونك توا باش نشي الطنجره نتاعي. بسم الله فوالا. هاكا ما تخافوش راهي ما تكعبر لكمش، شفتنيها كيفاش خاطر كي نحلوا الفرينه في الماء البارد ما تكعبرش. توا نخليو الفرينه تغلي باش تطيب. طابت شي الفرينه، اخر حاجه نعملو كرشه النعناع الشايح هذيك، خاطر النعناع الشايح كيف كيف ما يغليش سينو يمرار، ونعمل ونرميو كعيبات الكبار. اللي ما يحبش كبار ما يزيدش، اللي يحب كبار ياسور على هاك القرصه نتاع الكعبك الكبار كي تلقاك تاكل في الحسو المحب. بعد انتوما ما نعرفش عليكم عاده شنو تحبوا بالضبط. كيما قلت لكم راهو الفرينه تغلي، ما كاينش الكروشنا توجعنا بالفرينه الناي، الحسو بعد ما نحطوا الفرينه يلزمو يغلي. خليوها هذه تغلي. اخر حاجه من بعد قبل ما نطفيو على النار نحطوا الرشه نتاع النعناع كيما قلت لكم الكبار. انا نمشي نحط هذا الكل
ونتقابلوا شوية آخر في الدغيساج. أتوت ألوغ. هاوكا لحسو حطيت فيه الرشه نتاع النعناع، قلت لكم في الاخر على خاطر النعناع ما يزموش يغلي باش ما يمررش، والسلايطه نتاع الفتوش بعد ما عملنا لها الدريساج كما شفتوا هكا، الخبز هذاك اللي بني نحطوه من الفوق باش يقعد ديما كروستيون، دايوغ لي في نتاعو هذاك يلزمو يقعد هكيك. هذا المنيو نتاع اليوم نتاع نهير هكا بارد كيما نعرف انا، باش تسخنوا رواحكم بالقدا وتركشوا لبقيه السهريه. انتم بيان سور تنساوش باش تستناونا غدوه على نسمه جديده، كوزينتنا هكا السته نتاع العشيه، تبعونا نستناوكم في لمان. مساهمة